السلام عليكم. النهارده بنتكلم من المحاضره التاسعه من المارين دراجز، وعنوانها طبعا المارين بايو تكنولوجي. اول حاجه بنتكلم عليها في المارين بايو تكنولوجي النهارده حاجه اسمها مولوكولار فارمينج. يعني ايه مولوكولار فارمينج بالعربي كده؟ انا بحول النباتات اللي موجوده عندي في اي مزرعه انها تنتج لي حاجه بايو سيميلر، زي الانتي بوديز، زي الانتيجنز، زي الانتيبيوتكس. ازاي الكلام دوت؟ لو انا قمت جايب كمثال مثلا يا جماعه بلانت سيل، وقمت جايب جين اوف انترست زي ما اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو زي الريكومبرانت دي ان اي او اي جين حتى يعني، وبعد كده عملت له انسيرشن او انترودكشن في قلب البلانت سيل اللي موجوده عندي، يبقى معنى كده ان انا عندنا اصلا ترانسجينيك سيل او ترانسجينيك بلانت سيل. ترانسجينيك بلانت سيل هناخدها وهعمل لها كالشرنج، يعني هحطها على نيوتريانت ميديا، وهنتكلم عليها في الترم الثاني بالتفصيل، اللي هي في البلانت سيل اند تيشو كلشر، ازاي اخد اي بلانت سيل واطلع منه نبات. المفروض ان انا باخد البلانت سيل اللي موجوده عندنا دي زي المايكرو اورجانيزمز بالظبط، لو انا حطيت لها نيوتريانتس هتبدا تعمل لي حاجه زي الكولوني كده، حاجه بيسموها كلس. الكلس دي هعالجها معالجه، يعني هنتكلم عليها في الترم الثاني، هحط لها في نيوتريانت ميديا فيها حاجه اسمها اوكسنز، ده بلانت هرمون، وبعد كده اشيلها احطها في نيوتريانت ميديا تانيه فيها سايتوكينز. هبص الاقي المفروض ان البلانت سيل او اللي اتحولت لكلس اتحولت بعد كده لبلانت. البلانت باخده ازرعه ويبقى ترانسجينيك بلانت. يعني ايه ترانسجينيك بلانت؟ الخلايا اللي موجوده فيه موجود فيه الجين اوف انترست اللي موجوده عندي، وبالتالي طبعا هيبدا ينتج لي زي الايكولاي بالظبط وزي اليست، هيبدا ينتج لي الحاجات اللي موجود او اللي انا حاطط الجين اوف انترست بتاعتها. على سبيل المثال افترض ان انا حاطط انتي بيوتيك، هينتج لي النبات اللي موجود عندنا ده انتي بيوتيك. انا افترض كمثال ان انا حاطط جين خاص بانتي بادي بروتين بيعمل بروتين سينسز، هيعمل لي البروتين سينسز ويطلع لي اصلا الانتي بادي. هنفترض ان انا حطيت فيه جين اوف انترست بتاع المورفين، ابص الاقي البلانت اللي موجود عندنا بيطلع لي مورفين. جين اوف انترست خاص مثلا على سبيل المثال بالكوكين، هيطلع لي كوكين. جين اوف انترست بتاع مثلا كمثال برضو كافيين، هبقى النبات اللي موجود عندنا بيطلع لنا كافيين. دي بيسموها اصلا مولوكولار فارمنج. ومين اللي انا بستفيد بيها؟ طبعا يا اما بطلع انتي بادي، يا اما بطلع انتجن، يا اما بطلع انتي بيوتيك. مين اللي الحاجات اوف انترست؟ وهنشوفها دلوقتي. يعني هو المفروض هنا بيصور لي طبعا ان انا موجود عندنا اي خليه وموجود فيها جين اوف انترست موجود عندنا بيطلع ايه مثلا كمثال انتي بادي، او بيطلع انتجن انتي بادي مثلا مونوكلونال انتي بادي، ده نوع من انواع البروتين. لو انا خدت الجين اوف انترست اللي موجود عندنا هنا هشوفه اهوت، بعد كده هنقله طبعا في اي بلانت سيل، ايه اللي هيحصل؟ البلانت اللي موجود عندنا هيطلع لي اهو، هنا بيمثل لي طبعا ان انا لو خدت الجين اوف انترست او الدي ان اي سيكونسنج اللي موجود عندنا اللي هو الجين اوف انترست، هيطلع لي طبعا وحطيته مثلا في سيل، سواء بلانت سيل سواء في اي كولاي، بيسموها ترانسفورميشن او اللي هي ترانسجينيك سيلز. يعني طبعا هيطلع لي طبعا المونوكلونال انتي بادي اللي موجود عندنا طبعا زي ما احنا عارفين، ده بيسموها مولوكولار فارمنج. بعد كده بنتكلم عن حاجة تانية. لو أنا موجود عندنا كإكزامبل من الحاجات الملحوظة في السنين اللي فاتت، في عندنا دلوقتي النهاردة يعني أنتيبيوتيك ريزيستنس بطريقة غريبة جدا. البكتيريا بصفة عامة بتبدأ تعمل موديفيكيشن لنفسها بحيث إنها تحور نفسها، ممكن تمنع البرميابيليتي الخاصة بالأنتيبيوتيك إن هو يدخل جوه السيتوبلازم، ممكن تعمل موديفيكيشنز كتير قوي بحيث انها طبعا تبدا تعمل ريزيستنس للانتي بايوتكس بصفه عامه. طيب احنا كنا خدنا قبل كده لو احنا فاكرين يا جماعه السيل سايكل او اللايف سايكل الخاصه بالبكتيريوفيج. البكتيريوفيج اللي موجود عندنا طبعا انا عارف كويس قوي، هنشوف دلوقتي برضو هنا المفروض ان هي بيعمل ايه. دي سيل بكتيريال سيل، وده البكتيريوفيج اللي موجود عندنا. البكتيريوفيج هيبدا طبعا يفرز حاجه اسمها لايزين، بيعمل اصلا لايزيست للبيبتيدوجلايكين اللي موجود عندنا في السيل وول، وبعد كده يبدا يعمل انسرشن للدي ان اي. دي ان اي طبعا هيبدا يتحكم في الخليه ويصنع لي نوع تاني دي ان اي، ويصنع لي بروتين. البروتين هيصنع لي طبعا التيل والنك، وهيصنع لي الدي ان اي كابسيد. هبص الاقي وهو طالع بيفرز لي ماده يعني تعتبر بروتين،
البروتين اللي موجود عندنا دوت هيعمل لايزس للبيبتيدوجلايكين اللي موجود عندنا في البكتيريا سيل، وبالتالي يعمل لها رابشرنج. يبقى معنى كده دوت بيبتيدو جلايكين لايز. البيبتيدو جلايكين لايز من الكاركترز بتاعته، لو انا خدت اللايزنز اللي موجود عندنا وحقنتها لاي شخص زي ما احنا شايفين كده، ايه اللي هيحصل؟ هو بيقول ذيس از فاين. هو ليه ذيس از فاين؟ لان احنا عارفين اصلا يا جماعه البيبتيدو جلايكين لايزز احنا ما عندناش في جسمنا بيبتيدو جلايكينز، احنا عندنا اصلا سيل ممبرين، عندنا سيل وول، وبالتالي طبعا هيشتغل على البكتيريا ومش هيشتغل على خلايا الجسم بتاع الانسان. عشان كده بيبقى سيلكتيف اللايزنز اللي موجود عندنا. طبعا لو انا حطيت كميه من اللايزنز مع اي انتي بايوتيك في ريزيستنس، يبقى مؤكد في الحاله ديت ان هو هيبدا يخرم لي بالعربي كده او يثقب لي السيل وول الخاص بالبكتيريا، يبدا يدخل الانتي بايوتيك، وبالتالي مش هيبقى في انتي بايوتيك ريزيستنس بعد كده. طبعا اهو هنا هو بيبين لي ادي اول حاجه البكتيريوفيج باللايزنز اللي هو بيطلعها بتبدا طبعا يدخل جوه يعمل انسيرشن او يعمل لايزس او يعمل ثقوب في خلايا البكتيريا اللي موجوده عندنا في السيل وول، وبعد كده بيبدا يعمل انسيرشن للدي ان ايه، والدي ان ايه طبعا زي ما احنا عارفين بيبدا يعمل بايونيرنج على البكتيريا السيل، يبدا يصنع دي ان ايه، يصنع بروتين، البروتين يصنع لي الكبسد اللي بره، ويصنع لي النك، ويصنع لي التيل الخاصه بالبكتيريوفيج، وبالتالي طبعا وهو طالع هيبدا يفرز لي مره ثانيه لايزنس. اللايزنس اللي موجوده عندنا دي هنشوفها برده ثاني اهوت، هيبدا طبعا هنا ما يقدرش يتحكم في خلايا الانسان، لان احنا قلنا قبل كده ان انا مش موجود عندي بيبتيدو جلايكينز، وبالتالي طبعا مش هيقدر يعمل انسيرشن للدي ان ايه بتاعه. يبقى معنى كده ان اللايزنز تقدر تثقب لي او تعمل لي رابشرنج لخلايا البكتيريا، وبالتالي بتزود الاكتيفيتي طبعا الخاصه بالانتي بايوتيك. لو جينا بعد كده بالنسبه لحاجه ثانيه زي ما احنا هنشوف دلوقتي، يبقى انا كده ان هنا دلوقتي حتى هو كده مصورها لي بصوره كرتونيه، بيجي يقول لي والله ده انت موجود عندك اول حاجه طبعا هنا البكتيريا او ريزيستنت بكتيريا بتطلع بيتا لاكتاميز. البيتا لاكتاميز اللي موجوده عندنا طبعا هتبدا، لو انا موجود عندنا بيتا لاكتامز هتبدا تكسر لي البيتا لاكتامز، ويبدا البكتيريا يحصل لها انفلوريشمنت او بالعربي كده تتكاثر. طب لو انا موجود عندنا هنا لايزنز، حطيت لايزنز، ايه اللي هيحصل؟ اللايزنز اللي موجود عندنا في الحاله دي يا جماعه هيبدا يعمل اتاك للبكتيريا السيل وول، وبالتالي طبعا هتبدا يحصل برفوريشن، الانتي بايوتيك طبعا هيبدا يدخل، وبالتالي طبعا ما دام دخل الانتي بايوتيك اللي موجود عندنا هيبدا يشتغل لي ويكسر لي بقيه السيل وول، او حسب بقى الانتي بايوتيك اللي انا حاطه مثلا كاكزامبل. يعني لو انا موجود عندنا كاكزامبل حاجه بتشتغل على البروتين سينسز، يبقى هتدخل تشتغل على البروتين سينسز اللي موجود عندنا. يبقى معنى كده ان هي بكتيري سايدر بالعربي كده يا جماعه. يبقى معنى كده ان انا ممكن انقل الجين كلاستر المسؤول عن البايوسنس الخاص باللايزنس، انقله في اي نباتات هتطلع لي لايزنس. اللايزنس دي ممكن استخدمها لوحدها بلارج دوز كبكتيري سايدر، او ممكن احطها بفيري سمول دوز، بس في الحاله دي هتتاخد انترافينس طبعا مع انتي بايوتيك، وبالتالي بتعمل سينرجيزم للاكتيفيتي، بتعمل overcoming للبكتيريا resistance طبعا زي ما احنا عارفين. يعني من الحاجات برضو اللي موجودة عندنا في المارين بايوتكنولوجي، في بعض انواع الجيلي فيش بتنور في الضلمة. ليه بتنور في الضلمة؟ لان موجود فيها اصلا compounds. compounds اللي موجودة عندنا هما بيسموها بصفة عامة كده يا جماعة لوسيفرينز. لوسيفرينز اللي موجوده عندنا بصفه عامه دي موجوده في حشرات، وموجوده كمان في جيلي فيش، بعض انواع الجيلي فيش دي لما بتبقى موجوده عندي في بالنهار بتبدا تعمل عمليه ابزوربشن لانرجي من الشمس، بعد كده بالليل خلاص هي امتصت كميه انرجي بتبدا تعمل اميشن مره ثانيه، بترجع النيتروجين والسلفر للريستنج ستيج، وبالتالي بتعمل اميشن لليومينانس، وبالتالي بتبقى فلوريسنت يعني بتنور بالعربي كده بالليل. طيب لو انا قمت جاي هنا ناقل الجين كلاستر المسؤول اصلا على البايوسنسز الخاص بالمواد ديت اللي احنا بنسميها لوسيفرينز، او كاكزامبل لها مادام هنا دلوقتي موجود عندنا الجيلي فيش احنا كنا فاكرين اسمه سولنتريتس، يبقى مؤكد ان الكومباوند اللي موجود عندنا سولنترازين. سولنترازين الكومباوند اللي موجود عندي دوت
ليه الجين كلاستر موجود عندي في الجيلي فيش؟ طب لو انا فصلت الجين كلاستر الموجود عندي ونقلته في اي نوع من انواع النباتات، هيبدا ينتج لي الماده اللي موجوده عندنا دي. الماده دي من الكاركترز بتاعتها يا جماعه ان انا لما بعرضها للضوء وبعد كده بشيل الضوء ببص لها بتعمل ليومينانس او فلوريسنس. طيب لو انا جيت هنا في الحاله دي الكومباوند اللي موجود عندي ده زي ما احنا شايفين كده استخدمناه وحقناه في انترافينوس بالنسبه للناس، المفروض ان هو ينتشر في البلاد، ومن البلاد اللي موجوده عندنا البلاد فيسلز اللي هي الكوروناري ارتريز. الكوروناري ارتريز اللي موجوده عندنا لو انا عرضته لنوع من انواع الديتكشن زي ما احنا كنا بنشوف زمان، يجي يقول لي ايه ده الراجل ده هيبقى عنده صبغه على الشرايين التاجيه، صبغه اشعه بالصبغه. هو ايش اشعه بالصبغه؟ هي نفس الموضوع. انا لو موجود عندنا هنا الكومباوند ده انا حقنته وبعد كده جيت على الهارت او الكورونري ارت سلطت نوع من انواع الاشعه واستقبلتها مره تانية، المفروض ان الكومباوند ده هيعمل ليومينس او هيعمل فلوريسنس. طيب لو كان موجود عندنا البلاد ارتري اللي هو الكورونري ارتري مسدود بكميه البلاد، هتبان كميه قليله جدا يا جماعه، او كميه الماده اللي هي بتعمل ليومينس دي هتبقى قليله جدا في الكورونري ارتري لانه مسدود. طب لو هو الكورونري ارتري كويس يبقى مؤكد ان كميه الليومينس او كميه الفلوريسنس هتبقى كويسه جدا طبعا زي ما احنا عارفين يعني. دي بتحل محل طبعا الاشعه اللي كانت زمان بالصبغه. بنتكلم النهارده عن المارين بايوتكنولوجي، في مين دوجما موجود عندنا اصلا يا جماعه يعني لازم نبقى عارفينها. ايه هي؟ والله انا عارف كويس قوي ان موجود عندي اي نوع من انواع السيلز موجود فيها، يا اما سيل وولد وهي بلاند سيل، يا اما سيل وول وبعد كده سيل ممبرين برضه بلاند سيل، او سيل ممبرين بس لو كانت موجوده عندنا انيمال سيل، بعد كده سيتوبلازم، بعد كده نيوكليوس. النيوكليوس الموجود عندنا فيه كروموزومز، الكروموزومز المفروض ان هو بيتكون من دي ان ايه، الدي ان ايه اللي موجود عندي موجود على حاجه اسمها نوع من انواع البروتينز اسمها هيستونز. بعد كده بيبقى موجود عندنا الدي ان ايه، لو انا خدت جزء بيصنع لي بروتين معين ده بنسميه جين اصلا يا جماعه. طيب هنشوف هو عشان نبقى فاهمين ايه الموضوع. هو هنا بيصور لي اصلا زي ما احنا شايفين كده ان دي انيمال سيل موجوده عندنا، طبعا ازاي الدي ان ايه بيتحول لي بروتين طبعا زي ما احنا عارفين يعني. يبقى مؤكد في الحاله دي طبعا زي ما احنا عارفين يا جماعه. هنا ابص الاقي موجوده عندنا دي الانيمال سيل. انيمال سيل لو انا بصيت على ده سيل ممبرين، طبعا سيل ممبرين هبدا ادخل جوه طبعا هلاقي موجود عندنا سيتوبلازم، هلاقي موجود عندنا الاورجانيلز سيتوبلازميك اورجانيلز، هلاقي موجود عندنا النيوكليوس نيوكليار بورز، هلاقي فيه كروموزوم او كروموزومز. الكروموزوم اللي موجود عندنا ده لو انا فردته هشوف دلوقتي اهو، ايوه هبص الاقي ان في موجود عندنا دي ان ايه متشال على انواع من انواع البقر بنسميها الهيستون ده نوع من انواع البروتين. دي ان ايه اللي موجود عندنا ده لو انا خدت جزء بيبقى مسؤول عن دي ان اي ترانسليشن وصنع لي نوع من انواع البروتين وميسنجر ار ان اي، ده اسميه جين طبعا يا جماعه. اهو هبص الاقي موجود عندنا الار ان اي بوليمريز عشان يبدا يصنع لي اصلا الميسنجر ار ان اي، هيبقى موجود عندنا طبعا هو بيبين لي هنا عمليه الترانسكريبشن دي ان اي ترانسكريبشن يعني بيصنع لي اصلا ميسنجر ار ان اي، هيبدا يصنع لي طبعا ميسنجر ار ان اي بالار ان اي بوليمريز. الميسنجر ار ان اي هيطلع بعد كده طبعا هيحصل له تريمنج والكلام ده كله، هيبدا يطلع ويدخل لي جوه السيتوبلازم، يطلع من النيوكليوس ويدخل على السيتوبلازم. هنشوف دلوقتي طبعا هيحصل تريمنج زي ما احنا شايفين كده. موجود عندنا اكزونز وانترونز، الانترون اللي موجود عندنا دي ما بتتقليش فبالتالي بيحصل لها تريمنج، هيبدا الايه الار ان اي الميسنجر ار ان اي يبدا يطلع لي بره للسيتوبلازم، هيبدا طبعا زي ما احنا عارفين اصلا يا جماعه يتقري على الرايبوزوم اللي هم التو سب يونتس ال 30 اس وال 50 اس. الرايبوزوم اللي موجود عندنا طبعا هيبدا يقرا لي الميسنجر ار ان اي وهيتعاون معاه الترانسفير ار ان اي اللي هو بيعمل لي اصلا ترانسفير للامينو اسيدز. طبعا انا موجود عندنا زي ما احنا فاكرين اصلا يا جماعه ان انا موجود عندنا حاجه اسمها الجينيتك كود. الجينيتك كود دي السيكونس الخاص بالنيوكليوسايدز على الميسنجر ار ان اي، لان انا عارف ان انا في حاجه اسمها كودونز. الكودونز اللي موجوده عندنا اهي ثلاثه امينو اسيدز على الميسنجر ار ان اي مسؤولين عن البايوسنس بتاع نوع من انواع الايه امينو اسيدز سبيسيفيك. ف
فبيتصنع لي طبعا الايه الامينو اسيدز، بتتصنع على هيئه بولي بيبتايد، بتتحول لبروتين، سواء بولي بيبتايد بقى لو هي صغيره او بروتين لو المولكيولر بتاعه كبير طبعا زي ما احنا عارفين يعني. اهو هبص الاقي موجود عندنا طبعا بيحصل له حاجه اسمها انفولدنج. بعد كده طبعا يا جماعه اللي بيتحول لبروتين طبعا اتحول لبروتين، ما هو ده البروتين اللي هو ايه اللي انا بحتاجه. على سبيل المثال كمثال يعني، ده ممكن يبقى انزيم او ممكن يبقى بولي بيبتايد زي اللي احنا خدناها مثلا كمثال، الاوميجا كونو توكسن مثلا بالنسبه للايه للكول سنين، ده ممكن يبقى موجود عندنا انزيم في جسمي، ممكن يبقى موجود عندنا بولي بيبتايد مسؤول عن حاجه معينه. ممكن لو احنا فاكرين برضو الابلدين هو بيتصنع بنفس الطريقه في التونيكت، او المايكرو اورجانيزم المسؤول اصلا يا جماعه حقيقه عن البايوسنس الخاص بالابلدين يعني. يبقى معنى كده هنا دلوقتي دي اهم حاجه موجوده عندنا في سيل زي ما شفناها، في دي ان ايه، في حاجه اسمها جين. الجين اللي موجود عندنا ده جزء من الدي ان ايه مسؤول عن البايوسنس الخاص بنوع من انواع البولي بيبتايدز او البروتين. جينوم ده مجموعه اصلا الجينز الموجوده في جسم اي شخص. على سبيل المثال لو الانسان يبقى هيومن جينوم، مجموعه الايه الجينز اللي موجوده عندي في كل السيل الخاصه بيا دي بيسموها الجينوم اصلا يا جماعه. طب ايه العلاقه ما بين السيل والدي ان ايه والجين والبروتين؟ احنا شفناها دلوقتي لمده شويه. انا بلاقي موجود عندنا طبعا زي ما احنا شايفين في سيل، في موجود عندنا سيتوبلاز، في موجود عندنا اصلا نيوكليس. النيوكليس اللي موجود عندنا دي فيها اصلا يا جماعه كروموزومز، الكروموزومز فيها دي ان ايه، دي ان ايه بيصنع لي ميسنجر ار ان ايه، بيطلع بره الميسنجر ار ان ايه يتقري على طبعا زي ما احنا عارفين الرايبوزومز، وبالتالي طبعا هيبدا يصنع لي بروتين زي ما احنا شايفين كده يا جماعه. هي نفس الموضوع، ادي الجين بيتكون هنا ميسنجر ار ان ايه بعمليه ترانسكريبشن، ميسنجر ار ان ايه بيطلع ويتقري بره يديني بولي بيبتايدز، دي نتيجه طبعا زي ما احنا عارفين اصلا يا جماعه النيوكليوسايدز. كل ثلاثة نيوكليوسايدز مسؤولين عن بايوسنس خاص بنوع من أنواع الأمينو أسيد سبيسيفيك. لو جينا بصينا بالنسبة لحاجة تانية موجودة عندنا، هو بيجي شبهولي أصلا موضوع الدي إن إيه والجينز والبروتين بالكمبيوتر، يجي يقول لي والله ده أنا إحنا عندنا الكمبيوتر بيبقى الدي إن إيه اللي موجود عندنا في جسمنا ده زي الهارد درايف، يعني بيحمل كل الداتا اللي موجوده على الكمبيوتر. هنا برضو عندنا الدي ان ايه او الهيومن جينوم بيحمل كل الجينيتك كاركترز المسؤوله عن مواصفات كتير قوي عندنا في جسمنا. طيب لما بيجي الدي ان ايه اللي موجود عندنا هنا بيصنع الميسنجر ار ان ايه، يجي يقول لي والله ده هنا زي الهارد درايف بيبقى موجود عليه سوفت وير واحد، بيبدا طبعا يعني نفس اللي هنا ببص الاقي موجود عندنا طبعا الميسنجر ار ان ايه بيديني بروتين، هنا ببص الاقي موجود عندنا سوفت وير بيشغل لي بروجرام معين يعني. الميسنجر ار ان ايه هو طبعا زي ما احنا عارفين اصلا يا جماعه اللي بيوجه البايو سنس الخاص بالبروتين، وبيصنع طبعا البايو اكتف كومباوندز زي ما احنا عارفين يعني. في حاجه اسمها جينيتك كود، جينيتك كود اللي هو زي ما احنا عارفين برضو هنا بلاقي موجود عندنا اللي هي عمليه السيكونس، عشان نبقى عارفين يعني السيكونس اللي موجود عندنا الخاص بالنيوكليوسايدز. يعني احنا عارفين كويس قوي ان كل ثلاثة نيوكليوسايدز مسؤولين بعد كده ان هم يتقروا على الريبوزوم ويستدعوا ميسنجر ار ان اي ويديني نوع من انواع الامينو اسيد سبيسيفيك طبعا يا جماعه. هنا برضو عشان نبقى عارفين دي ان اي ما بيصنعش البروتين مباشره، ولكن هو بيصنع لي الميسنجر ار ان اي، والميسنجر ار ان اي بعد كده هو اللي بيصنع لي بروتين. الجينيتك كود بيقول لي ده يونيفرسال، يعني انا لو جبت مثلا كمثال يعني جي يو يو هلاقيها بتصنع لي امينو اسيد معين، الجي يو يو ديت لو انا نقلتها لانسان هتصنع لي نفس الامينو اسيد، لو انا نقلتها لبلانت هتصنع لي نفس الامينو اسيد، لو انا نقلتها لبكتيريا هتصنع لي نفس الامينو اسيد، لو انا نقلتها لاي كولاي هتصنع لي نفس الامينو اسيد، لو انا نقلتها لحيوان هتصنع لي نفس الامينو اسيد. يبقى معنى كده ان انا هنا دي هم جم استفادوا من الفكره دي، استفادوا ان انا لو نقلت جينيتك كود بالطريقه ديت او سيكونس اوف سيرتن نيوكليوسايدز وحطيتها في اي مخلوق من المخلوقات هتصنع لي نفس الايه البروتين او نفس الامينو اسيدز اللي انا ايه اللي بيصنعه البلانت، هو اللي بيصنعه الاليمنت، هو اللي بيصنعه الاي كولاي، هو اللي بيصنعه الهيومن سيل بالطريقه دي كده يا جماعه. عشان كده بداوا يعملوا حاجه اسمها ريكامبرنت دي ان ايه هنتكلم عليه طبعا.
طب لو انا موجود عندنا كاكزامبل في جين اوف انترست وانا عايز انقله لنوع من انواع اصلا الخلايا، يعني على سبيل المثال لو احنا فاكرين يا جماعه اتكلمنا على الانسولين، الانسولين انا جبت الجين المسؤول عن البايوسنس بتاع الانسولين ونقلته ازاي للايكولاي، والايكولاي بعد كده بدات تتكاثر وتنتج لي اصلا الانسولين هي. ده في طرق كتير من ان الريكومبيننت دي ان بعد ما افصل، عشان نبقى عارفين يعني بعد ما افصل الجين اوف انترست والصقه مع بلازميد او قط بلازميد، وشوفنا الكلام ده قبل كده، بيديني ريكومبيننت دي ان ازاي انقل الريكومبيننت دي ان دوت، او حتى انقل الجين اللي موجود عندنا بس. يعني انا في طريقتين، انا ممكن انقل الجين اللي هو الجزء بتاع الدي ان ايه، او ممكن اعمل ريكومبيننت دي ان ايه وانقله جوه ايكولاي مثلا. ازاي اعمل الكلام دوت؟ والله في طرق كتير. اول طريقه هنتكلم عليها اللي هي الاجارو بكتيريوم تيوميفيشنز. اجارو جاي او اجرو بكتيريوم، الاجارو بكتيريوم او اجرو بكتيريوم جايه من كلمه اجريكالتشر، يعني كلمه زراعيه بتبقى موجوده في النباتات. بكتيريوم بكتيريا، تيومي جاي من تيومر، فيشنز انديوسنج او انديوسر، دي بيسموها اصلا اجارو بكتر، دي بيسموها حتى كمان الناتشرال جينيتك انجينير. يعني ناتشرال يعني بدون تدخل مني انا هي بتعمل اصلا، بتنقل الجزء بتاع الجين اوف انترست داخل البلانت سيل ويبقى موجود عندنا ترانسجينيك سيل. وايه بيحصل ازاي الكلام دوت كله؟ انا لو موجود عندنا هنا الاجارو باكتر او الاجارو بكتيريوم تيوميفيشنز اهي، نفس انواع زي الايكولاي بالظبط، عباره عن جرام نيجاتيف مايكرو اورجانيزم، ولكن عشان نبقى عارفين بس موجود فيها هنا في البلازميد في حاجه اسمها تي اي دي ان اي او تي اي بلازميد. التي اي بلازميد ديت تيومر انديوسنج بلازميد، يعني ايه؟ يعني بالعربي كده اول ما يبقى موجود عندنا، هنشوف دلوقتي، يعني لو انا موجود عندنا التي اي بلازميد ديت دخلت جوه بلانت سيل، ايه اللي بيحصل؟ بالعربي يا جماعه كده بتدخل تعمل انسرشن جوه الكروموزومز، وبالتالي انا موجود عندنا جزء اهو من ما يعتبر دي ان ايه، عشان نبقى عارفين الدي ان ايه اللي موجود عندنا او التي اي بلازميد بيدخل جوه البلانت سيل، يقوم عامل ايه؟ يقوم جاي بالعربي كده عامل اندكشن لبايوسنسز لحاجات هو بيحبها، اندكشن لحاجه اسمها سايتوكينز واوكسينز، دول نوع من انواع الهرمونز. ابص الاقي موجود عندنا الخلايا عماله تتكاثر بتاعه النبات، وبالتالي بيكون لي حاجه زي التيومر بتتكاثر بتبقى عامله زي التيومر او زي الورم. طيب لو انا جيت عملت ايه هنا؟ قمت شايل التي اي بلازميد اللي موجود عندي دي يا جماعه، وبعد كده قمت عامل انسرشن لجين اوف انترست مكانها. ايه اللي هيحصل؟ اثناء ما الاجروباكتيريوم او اجروباكتر بتيجي تعمل انفكشن للبلانت سيل ده، بدل ما هتعمل اندكشن للتي اي او انسرشن للتي اي او اندكشن للتيومر، لا ده المره دي هدخلت جين اوف انترست زي مثلا على سبيل المثال الانسولين، زي بتاع الكوديين، زي مثلا بتاع اي انتي بيوتيك، هتبدا تدخله في بلانت سيل، وبالتالي لما البلانت سيل تبدا تتكاثر هتبدا تنتج لي الاكتف كونستيتيوانس اللي الجين بيبقى مسؤول عن انتاجها. عشان كده دي بنسميها ترانسجينيك سيل، وبيسموها بلانت ويز نيو تريت او بمواصفات جديده. هنيجي نبص اهو الاجارو بكتيريوم او الاجارو بكتيريوم بتشتغل ازاي. لو انا جيت بصيت هنا دوت يعني سكيم او سكيماتيك دياجرام، ان موجود عندنا هنا الدي ان ايه، موجود عندنا هنا البلازميد، موجود عندنا هنا نوع من انواع الليفز او نوع من انواع النبات. ايه اللي بيحصل؟ لما بيجي يعمل اتاك الاجروباكتيريوم تيوميفيشن البلانت سيلز او البلانتس بصفه عامه، هيجي يكبرها لي هنا دلوقتي، وهبص الاقي موجود عندنا طبعا بتعمل انسيرشن للتي اي او تيومر انديوسنج بلازمين اللي هو الجزء اللي موجود عندنا دوت، عملت انسيرشن. هبص الاقي موجود عندنا في الحاله دي طبعا البلانت سيل هتبدا تتكاثر بطريقه غريبه، ولا تبدا تكون روت ولا شوت، لا ده بتكون برينكيمات السيلز بكميه كبيره جدا، فهيبدا يحصل حاجه زي بيسموها كراون جول او بيسموها تيومر في النبات. طب لو انا قمت جاي هنا بدل ما اسيب التي اي بلازميد اللي موجود عندنا دوت، قمت جاي شايلها وحاطط مكانها جين اوف انترست، زي على سبيل المثال كمثال الانسولين مثلا يا جماعه، قمت حطيت الجين اوف انسولين، وبعد كده قمت جايب الاجرو بكتيريوم وقمت عامل لها برضو بنفس الطريقه انفكشن على بلانت
سيلز. ايه اللي هيحصل المره دي بقى؟ الجين اوف انترست هو اللي هيتعمل له انسيرش. اهو انا باخد جين اوف انترست اهو من اي حته، دي ان ايه مثلا، او جين بتاع الانسولين بتاع مثلا على سبيل المثال يا جماعه الهيبرين، اي حاجه بقى، قمت جاي اعمل له انسيرشن هنا بدل التي اي التاني. ففي الحاله ديت البكتيريا اللي موجوده عندنا دي لما تيجي تعمل انفكشن، لا ده مش تقدر تعمل انفكشن، ده بتعمل انسيرشن لحاجه تانية هي ما تعرفش، بتعمل انسيرشن لدي ان ايه او جين اوف انترست جوه البلانت سيل اهو زي ما احنا شايفين كده. هبص الاقي موجود عندنا، طبعا هتبدا تعمل، هيكبرها برضو تاني، تبدا تعمل انسيرشن للجين اوف انترست اللي موجود عندنا بقى هنا المره دي على البلانت سيل. يبقى دي بنسميها ترانسجينيك بلانت سيل، بس المفروض بقى مش هيبقى فيه تيومر، لا ده المره دي هيبقى فيه جين بينتج لي مواد فعاله، وده اللي انا عايزه طبعا زي ما احنا عارفين يا جماعه. دي بالنسبه للاول طريقه ممكن اعمل بيها انسيرشن لاي جين موجود عندي في قلب اي نوع من انواع البلانتس بصفه عامه. وعلى فكره طبعا انا ممكن اعمل يعني انسيرشن للجين او ريكومبرنت دي ان ايه جوه الاي كولاي او جوه الييست او جوه بلانت سيلز كمان يا جماعه، لان البلانت سيلز احنا قلنا قبل كده او البلانتس تعتبر رخيصه وتتكاثر بسرعه كبيره جدا. يعني انا ممكن الاقي في خليه او عدد خلايا النبات الواحد على الاقل مليون 2 مليون، يبقى معنى كده ان كل الخلايا دي بتنتج لي طبعا الاكتف كونستيتوينت، وبالتالي طبعا احسن، والتكلفه بتاعتها مش محتاجه معمل مايكروبيولوجي. في حاله الايكولاي او في حاله اليست محتاج معمل مايكروبيولوجي وستيريليتي معينه والكلام ده كله، انما البلانتس مش محتاجه الكلام ده كله طبعا. الطريقه الثانيه ان انا ممكن بعمل بيها انسيرشن او انترودكشن لاي جين او ريكومبرنت دي ان ايه جوه اي نوع من انواع السيلز سواء بلانت سيلز او ايكولاي او ييست، ان انا بعمل ايه اصلا يا جماعه؟ طبعا في الاول خالص انا بقوم جايب حاجه اسمها نانو جولد بارتكل او ممكن التنجستن، وبقوم حاطط معاها الدي ان ايه ولازقه عليها اللي هي الدي ان ايه اوف انترست، او ممكن ريكومبرنت دي ان ايه حتى كمان عشان نكون عارفين. يعني بيبقى موجود عندنا طبعا حاجه اسمها بارتكل جان اهو، اللي هو المفروض بيبقى موجود عندنا طبعا، او بروجكتايل جان. المفروض ان انا بيبقى موجود عندنا هنا هيليوم عشان نبقى عارفين، او زينون يعني نوع من انواع الجازس اللي هي الانرت، بتبقى اندر فيري هاي بريشر. فهتعمل ايه؟ كانها مدفع بالعربي كده ومسدس، بتبدا طبعا تفعلي او تسرع الدي ان ايه بارتكلز اللي متشاله على النانو جولد بارتكلز. طبعا انا عارف كويس قوي يا جماعه ان انا كاني هنا في الحاله دي انا بزق حاجتين او بدفع حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي هي الجولد نانو بارتكلز المولكيول بتاعها كبيره، الدي ان اي اوف انترست او جين اوف انترست او الريكومبرنت دي ان اي متشاله على الجولد نانو بارتكلز. ايه اللي هيحصل؟ اول ما ادفع هنا الجولد نانو بارتكلز معاها الريكومبرنت دي ان اي، وموجود عندنا هنا طبعا الايه البلانت سيل موجوده في بافر سوليوشن، طبعا هنا في فيري هاي سبيد، يبقى مؤكد الجولد نانو بارتكلز هتبدا تدخل وتخترق لي البلانت سيلز السيل وول بتاعها، وتبدا كمان ده سرعتها عاليه جدا. بس هي شايله مين دلوقتي؟ شايله الريكومبرنت دي ان اي او شايله الجين اوف انترست. اول ما يدخل هنا هيبدا يحصل ريتارديشن طبعا من السيتوبلازم ومن النيوكليس، هيبدا هنا طبعا اللي ماشي بسرعه كبيره جدا الكاينيتيك انرجي بتاعته عاليه اللي هو جولد نانو بارتكل، هيبدا يعدي طبعا من الخلايا النباتيه او الايكولاي او اي حاجه، هيبدا طبعا ايه يعدي. بينما هبص الاقي الريكومبرنت دي ان ايه بيبدا يتبقى او يتبقى جوه. ازاي؟ مثلا على سبيل المثال ولد مثلا شايل بالونه وبيجري، وفي قبله كذا لوح ورق مثلا يا جماعه او كذا ورق كبير. اللي بيحصل طبعا ان انا ببص الاقي الولد بسرعته العاليه هيبدا يخترق الورق اللي موجود دوت، وممكن البالونه تعدي معاه. بس جوه بقى لما تلاقي فيه كذا ريتارديشن، لا ده هتتبقى جوه والولد هيطلع طبعا لوحده. هنا نفس الموضوع، الجولد نانو بارتكلز هتطلع لوحدها لان الكاينتيك انرجي بتاعتها عاليه قوي. بينما هبص الاقي موجود عندنا طبعا الايه الدي ان ايه او الجين اوف انترست او الريكومبرنت دي ان ايه السرعه بتاعته مش هتبقى، او الكاينتيك انرجي بتاع الريتارديشن هيبدا يعوقه، وبالتالي هيبقى جوه الايه الدي ان ايه الخاص بالبلانت سيل. لو انا قمت واخد بعد كده طبعا
السيلز اللي موجوده عندي ديت. بعد كده عملت لها كالتشرنج، وهنشوف بعد كده في الترم الثاني نفس الكالتشرنج بتاعت الايكولاي وبتاعت اليست والكلام ده كله، احط نيوترينت ميديا، ابص لها بتتكاثر طبعا الخليه النباتيه وبتتكون لي حاجه اسمها كالاس، يعني خلايا بارينكيماتا سيلز كتير قوي. بعد كده بحط عليها حاجه اسمها اوكسنز وسيتوكينز. الاوكسنز اللي موجوده عندنا طبعا بيطلع لي طبعا يا جماعه، يعني هنبقى نتكلم عليها في الترم الثاني برضه، بيطلع لي روت. السيتوكينز بيطلع لي شوت، وبالتالي هيطلع لي نبات. يبقى كل خليه من الخلايا دي انا ممكن اطلع منها نبات. يبقى انا لو موجود عندي 10 مليون سيل، يبقى مؤكد في الحاله دي طبعا ان انا موجود عندنا 10 مليون نبات هيطلعوا لي الماده اوف الجين اوف انترست اللي موجود عندنا هنا. يبقى معنى كده ان انا سهل جدا طبعا ان انا بعد كده طبعا يا جماعه اطلع الاكتف كونستيتوينتس من البلانتس اللي موجوده عندنا دي. طبعا الجين جان بيسموه اصلا بايوليستيك بايو، لان موجود عندنا طبعا حاجه بيولوجي. وليستيك اللي هي زي الصواريخ البالستيه كده يا جماعه، لان في موجود عندي فيري هاي سبيد بيعدي بيها الجولد نانو بارتكلز من الخلايا، وبينما بيتبقى الدي ان ايه موجود عندنا جوه الايه البلانت سيلز او جوه الايكولاي او جوه اليست حتى كمان. يعني ممكن في طريقه ثالثه كمان، حاجه اسمها الكتروبوريشن، ودي انا بجيب اي خليه من الخلايا وبعرض الميديا اللي موجوده فيها الفيري هاي فولت حوالي 3500 فولت تقريبا بس 4 نانو سكندز. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا ببص لها موجود عندنا، احنا فاكرين هنا يا جماعه السيل ممبرين اللي موجود عندنا او السيل وول حتى كمان المفروض ان هو بيبقى تشارجد، وبالتالي لو انا غيرت التشارج اللي موجود عندنا بيبدا يفتح السيل وول او السيل ممبرين، وبالتالي هيدخل لي اي بارتكلز موجوده جوه. اهو زي ما هنيجي نشوف دلوقتي، ادي مثلا على سبيل المثال السيل وول السيل ممبرين عرضته لفيري هاي فولتج، هبص الاقي موجود عندنا بيحصل ايه سادن اوبننج اهو زي ما احنا شايفين. الريكامبرنت دي ان ايه او الجين اوف انترست هيبدا يدخل طبعا. خلاص بقى يبقى معنى كده ان انا موجود عندنا هنا دلوقتي ترانسجينيك سيل طبعا زي ما احنا عارفين يا جماعه. في حاجه اسمها جين هانتنج. يعني ايه جين هانتنج؟ احنا كنا اتكلمنا لو احنا فاكرين دلوقتي يا جماعه قلنا ان البروتين ده جاي منين؟ البروتين ده جاي من امينو اسيد سيكونس. ايوه جاي من امينو اسيد سيكونسنج. بمعنى كده ان انا هنا في الحاله دي طبعا المفروض ان الامينو اسيدز دي جايه منين كمان لما كان الميسنجر ار ان ايه بيتقري. الميسنجر ار ان ايه جاي منين؟ جاي من الدي ان ايه اللي كان موجود عندنا. ولو بصينا عليه تاني هنيجي نشوفه اهوت الكلام اللي احنا كنا قلناه من مده شويه، الفيديو اللي احنا كنا شفناه يا جماعه اهو. يعني معنى كده ان انا ببص لما موجود عندنا زي ما احنا شايفين اهو، ادي الميسنجر ار ان ايه، ادي الميسنجر ار ان ايه بيتقري وبعد كده بيجيب لي امينو اسيدز طبعا اللي هو ترانسفير امينو اسيدز. يبقى معنى كده ان انا ايه في علاقه ما بين البروتين وما بين الامينو اسيدز. يبقى البروتين بيتكون من امينو اسيدز، الامينو اسيدز جايه من قرايه الميسنجر ار ان ايه، الميسنجر ار ان ايه جاي من الدي ان ايه. يبقى معنى كده كلهم ريليتد تو ايتش اذر طبعا زي ما احنا عارفين يعني. طيب لو انا اتعرفت على بروتين في قلب الخليه نفسها يا جماعه، هل انا ممكن اتعرف على الدي ان ايه؟ اه طبعا ممكن. احنا قلنا من مده شويه ان البروتين اللي موجود عندنا ده عباره عن سيكونس معين من الامينو اسيدز. يبقى بتعرف مثلا على سبيل المثال لو انا بصيت على الايه على الانسولين بيتكون من 51 امينو اسيد مثلا. اه ده في فالين في سيتوزين في سيريونين في كذا في كذا بالطريقه دي كده. يبقى انا اتعرفت على السيكونس بتاع الامينو. طب ما انا كنت عارف ان كل امينو اسيد ليه كودون معين على الميسنجر ار ان ايه. يبقى معنى كده في سوفت وير على فكره يا جماعه عشان نبقى عارفين، ممكن بدخل فيها السيكونس بتاع الامينو اسيد بتطلع لي الميسنجر ار ان ايه الترتيب بتاع النيوكليوسايدز على الميسنجر ار ان ايه. طب هل انا ممكن من الميسنجر ار ان ايه اجيب السيكونس بتاع الدي ان ايه؟ اه طبعا احنا عارفين كويس قوي بعمليه ترانس برضو عشان نبقى عارفين يعني بيبقى موجود عندنا هنا ترانسكريبشن طبعا. انا عندي من النهارده يا جماعه في ويب سايت اسمه بروتين داتابيز. البروتين داتا بيز ده انا لو دخلت له السيكونس بتاع الامينو اسيدز بيطلع لي الميسنجر ار ان ايه وبيطلع لي الدي ان ايه. طيب يبقى معنى كده ان انا هنا دلوقتي لو انا قمت جايب اي خليه وفصلت منها الميسنجر ار ان ايه، اه ده انا ممكن اتعرف على هل هو فعلا الميسنجر ار ان ايه اللي موجود عندي دوت هو المسؤول عن البروتين دوت ولا مش هو المسؤول. طبعا لان هجيب الكورليشن بتوين السيكونس بتاع الامينو اسيدز والسيكونس بتاع النيوكليوسايدز اتعرف عليه. طيب انا فضلت الميسنجر ار ان اللي موجود عندنا ده يا جماعه،
ممكن استخدمه في ايه بعد كده يعني؟ لا ده انا ممكن استخدمه في ان اعمل حاجه اسمها كومبلمنتري دي ان ايه، لو انا خدت المسنجر ار ان ده وحطيت عليه ريفرس ترانسكريبتيز بيصنع لي الدي ان ايه اللي كان مسؤول اصلا عن البايوسنس بتاع المسنجر ار ان يا جماعه، بس بيصنع لي سنجل ستراند عشان نبقى عارفين يعني. يبقى معنى كده ان الكومبلمنتري دي ان ايه ده عباره عن سنجل ستراند من الدي ان ايه. طب لو انا حطيت عليه دي ان ايه بوليميريز ونيوكليوسايدز، لا ده هيصنع لي بقى في الحاله ديت الدبل ستراند دي ان ايه اللي موجود عندنا هنا. طيب صنعت الدبل ستراند دي ان ايه اللي موجود عندي، ده انا ممكن اكترها بقى بعد كده، اكتر الدي ان ايه اللي موجود عندنا دوت بكميه كبيره جدا اهو، حتى مصورها لي ان انا ممكن اجيب اصلا يا جماعه المسنجر ار ان ايه اللي موجود عندنا احط ريفرس ترانسكريبتيز، فالمفروض ان هو بيدي كومبلمنتري دي ان ايه. كومبلمنتري دي ان ايه اللي موجود عندنا دوت انا ممكن اعمل بقى ايه، احط عليه الدي ان ايه بوليمريز فين، في البي سي ار اللي هو البوليمريز تشين رياكشن اهو، هنشوفها دلوقتي احنا يعني. هيعمل لي ايه؟ طبعا هيعمل لي في الحاله دي هيكتر لي كميه الدي ان ايه بكميه مهوله جدا. يبقى معنى كده ان انا هنا في الحاله ديت انا لو موجود عندنا في البي سي ار او البوليمريز تشين رياكشن، لو انا موجود عندنا فصلت الدي ان ايه او حتى فصلت المسنجر ار ان، انا ممكن اصنع اللي هو الكومبلمنتري دي ان ايه. الكومبلمنتري دي ان ايه بعد كده ممكن احطه فين، في البي سي ار، او احط حتى الدي ان ايه كمان لو انا كنت فصلته او استطعت ان انا افصله من الخليه نفسها. يا جماعه هنشوف دلوقتي ادي البي سي ار اهوت، المفروض ان انا بعمل ايه في الحاله دي يا جماعه في البي سي ار. ده انا المفروض ان انا هنا دلوقتي ممكن اجيب الكومبلمنتري دي ان ايه او اجيب الدبل ستراند بتاع الدي ان ايه لو انا قدرت يعني. طيب جبت الدي ان ايه اللي هو الجين اللي موجود عندي يا جماعه، وحطيت برايمرز وحطيت نيوكليوسايدز وحطيت حاجه اسمها بوليمريز وحطيت حاجه اسمها تاك بوليمريز. تاك بوليمريز اللي موجود عندنا دوت اللي هو بيستخدم كدي ان ايه بوليمريز بالعربي كده، بس هو كان مفصول عشان نكون عارفين من انواع من انواع البكتيريا بتنمو في البراكين، وبالتالي التاك بوليمريز ده نوع من انواع الدي ان ايه بوليمريز، ولكن بيشتغل في درجه حراره عاليه جدا ما بيهموش. هنيجي نشوف دلوقتي الكلام دوت، انا قمت جايب هنا يعني عندي نسخه، عندي نسختين، عندي ثلاثه بقى من الدي ان ايه، او ممكن حتى عندي نسخه اهو، ادي التارجت دي ان ايه اللي هو يعتبر الجين يعني يا جماعه. طبعا انا ممكن برضو حتى لو كان موجود عندي كومبلمنتري دي ان ايه هبدا اعمل اصلا دي ناتوريشن عند 95 درجه بسخن، بيبدا طبعا الدي ان ايه يتفك من بعضه، بعد كده بعمل حاجه طبعا اسمها انيلينج، خلاص كل ستراند اتفصلت لوحدها طبعا زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، ببدا احط البرايمرز، ببدا احط الفري نيوكليوسايدز، طبعا الكلام بقى اللي احنا عارفينه ده كله هو الانيلينج، هيبدا يتكون لي طبعا زي ما احنا شايفين البرايمرز تبدا تقف على القواعد المكافئه ليها يعني. بعد كده ابدا طبعا اسخن عند درجه حراره ثانيه 72 اللي هو يعتبر اصلا تاك بوليمريز شغال اهوت لانه بيشتغل عند درجه حراره عاليه، فهيبدا يصنع لي طبعا الايه الجين اوف انترست اللي موجوده عندي طبعا زي ما احنا عارفين يعني. دي سايكل ثانيه هبدا برضو اعمل دي ناتوريشن اتفك، بعد كده انيلينج احط البرايمرز اهم موجودين يعني، هيبدا طبعا البرايمرز برضو تحصل لها فيكسيشن، بعد كده التاك بوليمريز يبدا يشتغل. بمعنى كده ان النسخه اللي كانت موجوده عندي بقت نسختين، والنسختين بقوا اربعه، والاربعه بقوا ثمانيه، والثمانيه بقوا 16، وال 16 بقوا 32. بعد شويه هبص الاقي موجود عندنا طبعا في خلال نص ساعه تقريبا عشان نكون عارفين يا جماعه، بيتكون لي حوالي مليار نسخه من الدي ان ايه اللي انا طالبه. انا كنت خاصله من الخليه اللي موجوده عندنا بكميه قليله، لا ده انا بكتره دلوقتي او كتر بكميه مهوله زي ما احنا شايفين كده. ممكن بعد كده اخد الدي ان ايه الجديد دوت اللي هو طلع من البي سي ار وانقله على ايكولاي كريكامبرنت دي ان ايه طبعا، او ممكن حتى انسيرشن بالجين جان في اي نوع من انواع الخلايا في موجود عندنا ترانسجينيك سيل. اهو زي ما احنا شايفين كده كل ما يبقى فيه سايكل اتنين اربع سايكلز ثمانية سايكلز، ابص الاقي موجود عندنا هو بيجي يعد. يبقى معنى كده ان انا دلوقتي اصلا يا جماعه لو سايكل 16 يبقى 131000 كده بالطريقه دي كده، لان 2 تو ذا باور 27 28 29 30، يبقى مؤكد ان هو في الاخر خالص بيكون لي طبعا مليار نسخه زي ما احنا شايفين كده من الدي ان ايه.
دي بالنسبة طبعا يا جماعة للمارين بايو تكنولوجي. يبقى معنى كده ان انا في الاول خالص ما قدرتش مثلا كمثال يعني ان انا في كومباوند اوف انترست موجود عندي، ما قدرتش الحاجة الاولانية ان يبقى فيه يعني بالعربي كده sufficient supply للمادة اللي موجودة عندي بحيث ان انا انتج منها دواء. هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ اعمل اكوا كالتشرنج. طب ما نفعتش الاكوا كالتشرنج، هبدا اعمل اصلا يا جماعه سواء توتال سينس او سيمي سينس. طب ما ينفعش، طب انا ممكن افصل الجين كلاستر بقى، اهو فصلت الجين كلاستر اللي موجود عندنا، يبقى سهل قوي ان انا انتج الايه الماده اللي موجوده عندنا. وده حصل في الانسولين برضو، ممكن النهارده بيحصل طبعا في بقيه زي فيتامين او مش فيتامين دي كمان، في موجود عندنا طبعا البولي انساتوريتد فاتي اسيدز اللي هي الاوميجا 3. الأوميجا 3 أقوى أو أقصى حاجة لقوها هي 6 دبل بوندز موجودين عندنا في الدوكوزا هيكزينويك أسيد، ده موجود طبعا في الفيش أويل. ولكن لقوا كمان النهاردة يا جماعة في نوع من أنواع لقوا في نوع من أنواع الدياتومز موجود عندنا طبعا نوع من انواع الفاتي اسيدز فيه 7 ان ساتوريشن، ده بيبقى فيري سترونج انتي اوكسيدنت. النهارده طبعا خلاص نقلوا الجين كلاستر وهيبداوا ينتجوا اوميجا 3 فاتي اسيد في 7 ان ساتوريشنز اقوى من الفيش اويل كمان. يبقى معنى كده ان انا ممكن استفيد اصلا بالمارين بايو تكنولوجي في حاجات كتير قوي، حاجه انا ما كنتش قادر انتجها ناتشورالي او انتجها سينثيتيكلي، لا ده انا ممكن انتجها بالمارين بايو تكنولوجي زي ما احنا شفنا كده. وده من الحاجات النهارده اللي يعني لها مستقبل كبير قوي في المارين ناتشورال برودكتس بصفه عامه. شكرا.